احنا انا اريد اذا اتحدث للاسف الشديد لاني بوصف رجل دين استاذ الحوزة وازاي هذا يملى عليه، بس والله العظيم اكو امثلة اذا اريد اطرحها يعني فعلا مخزية. ونحن في هذا الشهر دخلت امريكا في 2003 واسقطت الحكومة الصدامية البعثية، بس اتمنى يرجعون لليوتيوب بثلاث اشهر الفاو 100 يوم انبنت الفاو، ووقف قال لي الواحد من هذول المهندسين قال لي انت راح تسبب مشكلة لكل المهندسين، لان بعد لما نريد نبني جسر راح نقول له يا ابا احنا ترى الفاو ثلاث اشهر سويناها، انت ايش قد تسوي الجسر بكم يوم؟ بينك وبين الله الان اكو جسر ينبني بخمس ست سنوات. ما خفوت وزنك أيضاً بديت تحسبون حسابات اقتصادية صحيح. هذا الملعب أنا واثق لو بغير وقت يمكن كلفته تصير أربع مرات تجلبتهم في الوراء. شنو الأعداد؟ شمي أغلب المولات الثلاثة الأربعة؟ بس تستوعبنا الأطباء داخلوا بالمستشفى وين يحجرون الناس؟ وين يحجرون الناس بهاي المرض؟ داخلوا الأطباء وين يحجرون بيهم؟ مستشفى ماكو بغداد اللي هي العاصمة؟ شنو المجمعات السكنية؟ وين هاي الناس الفقراء والتصحر؟ عندنا 90% بالعراق. شنو المشاريع اللي مثلا انت الان تطلع وتشوفها؟ الجسور هي ما قبل 2003، البنايات اصلا ما قبل 2003، محمد القاسم اللي يرجعون بيومية ما قبل 2003، يعني هذا ذو الطابقين بالحصار البنى خلال اشهر ما قبل 2003. ماكو شيء بنا بعد 2003، بالعكس زاد الطين بلة، قطعة وشارع وجسر المعلق اللي هو مرتبط بالخضراء وخنقة وبغداد. شنو الإنجاز اللي صار؟ هسا أنا من أتحدث هنا رجل مواطن ما له دخل من يكون الحاكم مدري من هو، احنا نتحدث خلينا كافي يصير انتخابات تطلع مليارات ياس السحر والإعلانات تدق بالشوارع تباوع هاي المليارات من جاية؟ زين إذا هي أحزاب وما عندها من اللي دعمها؟ من جابت هاي الأموال؟ ليش ما تفزعون الفقراء؟ ليش لما يصير مثلا يصير الان اختناق بالناس ويطلعون مظاهرات وهم يوصلون للجسور ويصير مظاهره وينقتلون وتعال يا عم المؤسسه الدينيه ويا المراجع تدخلوا واحنا يروح لنا فد الف شاب ينقتل على مود الجوع وعلى مود العطش وبسبب انه هذه اللي هي الانعانيه قضيه الازمه
والاختناقات الاقتصادية. ليش ما تقومون بدوركم؟ الفرد العراقي ما يسوى تطوه 100 دولار مثلا 200 دولار هذا الشهر، راح تنقص من الميزانية وتقول له يا بي أنت الآن تمر بأزمة وتفضل.